طب نروح لاسئله المشاهدين زي ما احنا متعودين معاكي. منا محمد، انا اختي عندها كورونا بس الحمد لله بتتعافى منها، ممكن تاخد قلب مالتي فيت ولا لا؟ طبعا يتاخد قلب مالتي فيت مع البروتوكول بتاع وزاره الصحه المصريه للكباب. انت عارفه وقتها بياخدوا فيتامين سي، بياخدوا زنك، بياخدوا انتي بايوتكس خافض للحراره. اوريدي قلب مالتي فيت في الكومباينيشن بتاع فيتامين سي وبتاع الزنك. انا عندي اعلى تركيز في الزنك 23.9، وعندي فيتامين سي موجود بنسبه 500 ملي جرام، نسبه كويسه جدا. مع البروتوكول بتاع وزاره الصحه ما فيش اي مشكله. يعني مع البروتوكول عادي ناخد البروتوكول ده، هيساعد على الشفاء كمان بشكل ممكن افضل. طب هل ممكن ناخده كوقايه كمان، يعني الواحد بدل ما ياخد زنك لوحده ياخد فيتامين سي لوحده ياخد الب مالتي فيت فيساعد ان هو يبقى فيه وقايه كمان؟ بصي، مفيش وقايه لفيروس كورونا، حتى التطعيم بيقول لك لا يقي من فيروس كورونا. لكن في ان انا اعلي مناعتي، يعني ان انا اعدي من الكورونا مش حاسه بيها قوي او مناعتي مش كويسه، يعني يحصل لي مشاكل صحيه بشكل ما. لكن هو الفيتامينز لا، يعني لا ما بتحميش من الفيروس، لكن تقدر يبقى عندي جيش قوي من الوايت بلاد سيلز، من الانتي بوديز، من الميكروبيون اللي هو الحاجات اللي في جسمي المسؤوله عن المناعه، ان انا اهاجم الفيروس، لكن لا يمنع المرض اكيد. اكيد. عبد الله بحيري بيقول هل علبه الب مالتي فيت هي فيها كم قرص وكم شريط وبتكفي قد ايه؟ الب مالتي فيت فيه 3 شرايط، كل شريط فيه 10 اقراص، هيكفيني شهر كامل. السعر رائع، يعني السعر كويس جدا، متناول كل الناس. بنصح بيه كل الستات اللي بتتفرج علينا تستخدمه من ساعة ما شافتني، بنصح كل الرجال اللي بتتفرج علينا تستخدمه من جميع الأعمار، من 15 سنة 13 سنة أقدر أستخدمه. متواجد في صيدليات، احنا موجودين في سلسلة صيدليات معروفة، وكمان اللي مش عايز ياخده من الصيدلية يقدر ياخده عن طريق الأرقام اللي ظاهرة على الشاشة. وبقول برضو للسادة الصيدلة، احنا موجودين في الشركة المتحدة للصيدلة، الشركة المتحدة للصيدلة بالكود بتاعنا 83205. كويس. ده لو أي دكتور صيدلي عايز يوفر ألب مالتي فيت داخل الصيدلية. حلو قوي. أميرة أحمد، إزاي مش عارفة أقرأ، إزاي أقوي من مناعة والدتي؟ هي بس في لخبطة في الحروف. إزاي تقوي من مناعة والدتها؟ هي والدتها عندها 70 سنة، وهل آمن ليها ألب مالتي فيت؟ آمن ليها جدا، هتقوي مناعتها بألب مالتي فيت لأنه بيحتوي على فيتامين سي زي ما قلت، وبيحتوي على الزنك، وكمان تشرب ميه كويس، وتقلل نسبة السكريات لو بتاخد سكريات كتير، تقلل نسبة الدهون الضارة، ومهمة أوي الصحة النفسية. أنا عشان أقوي مناعتي يعني بقول السيدات الكبار، ده عامل الأبناء إن هم ينزلوا يفسحوهم، ده مهم أوي إن هم يشموا الهواء النظيف. يعني كويس كده. دينا أحمد تقول أنا ضوافري مش بتطول خالص، وكل ما تطول بتتكسر، ده سببه إيه؟ سببه ممكن يبقى نقص حديد، ممكن يبقى نقص كالسيوم، ممكن يبقى نقص زنك، كل الحاجات دي من أسباب تكسر الأظافر. نقدر نستخدم ألب مالتي فيت قرص واحد بس في اليوم. امتى هاخد ألب مالتي فيت؟ يا اما بعد الفطار يا اما بعد الغداء، ما ناخدوش بالليل. على كوباية، ممكن يبقى على الريق على فكرة، بس ممكن ناس تقولك لا انا مش قادرة استحمله على الريق، فيبقى بعد الفطار بساعة على كوباية مية كبيرة. طيب الناس اللي هي فوق السبعين برضو الايج ده بيبقى عايز نسب معينة من الفيتامينز بتركيزات عالية شوية، هل تركيزات ألب مالتي فيت هي زي ما احنا قلنا هي مودريت شوية أو وسط، هل بتؤثر بشكل إيجابي للسن الكبير ده؟ طبعا بتؤثر طبعا بشكل إيجابي، يعني يعني عندي فيتامين سي 500 ملي جرام which is fine، وبقول مع ألب مالتي فيت أنا باكل معاه أكل صحي، عندي زنك 23.9 تركيز كويس جدا. لا انا مش مع ان هم ياخدوا اكتر من قرص واحد في اليوم. دي الجرعه اللي صرحت لنا من هيئه سلامه الغذاء المصريه. الجرعه المصرح بيها من هيئه سلامه الغذاء المصريه هي قرص واحد في اليوم لجميع الاعمار. اللي عايز ياخد اكتر من قرص برجع اقول دي بتبقى تحت اشراف دكتور. دي مهمة جدا يعني. كويس جدا. على طول بقول لا افراط في الفيتامينات، يعني ممكن حد مثلا يقول ايه انا هو الله الب مالتي فيت وانا شفت ده ونتيجته حلوة يلا ناخده اخد 3 4 اقراص، لا 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 لا، الحاجة لما بتزيد عن الحد بتتقلب ضد. هو قرص واحد كفاية قوي، وكمان بندعم بالاكل الصحي لان هو مكمل غذائي وليس عليك.
طيب بالنسبه برضو هنا لو هنتكلم عن الناس اللي هي شويه بتعاني من خمول شديد جدا، وبيبقى خلاص الناس اللي هي بتوصل للليفل ده من الخمول تبقى مش قادره اصلا ان هي حتى تعمل اي حاجه لنفسها، ففكره ان انا اقنع حد ان انت جسمك محتاج مكمل غذائي، اقناع المريض او اقناع الشخص نفسه دي بتتم ازاي؟ لان مش اي حد بيقتنع بالمكملات الغذائيه وشايف ان هي اصلا مهمه. بصي انا هوندا، هو الخمول سبب حاجات كتيره جدا، من احد الاسباب نقص الفيتامينات، لكن عندي اسباب مرضيه برضو، يعني لازم نطمن على الكبد وانزيمات الكبد وانزيمات الكلى، لان لو في مشكله هيعمل لي خمول، لازم نطمن على القلب، لازم نطمن على مستوى الحديد، ناخد الب مالتي فيت، لكن لو الخمول فضل مزمن معايا لازم ارجع لدكتور كبد فورا، او اعمل التحاليل بتاعتي اللازمه والدكتور يعرف هل هو نقص فيتامينات ومعادن ولا سبب مرضي لا قدر الله. وازاي اقنع بقى الشخص اللي من وخمول في الغده الدرقيه على فكره البنات بيعمل خمول يعني.